وقد انتهينا في الكلام على علو الهمة إلى اجتهاد علماء المسلمين منذ فجر الإسلام في الكشف عن النابغين وكبير الهمة خاصة من الناشئين، وذلك لأنهم كانوا يدركوا أنهم يعني سبقوا كل المناهج العصرية أو الحديثة بمئات السنين كما بينا الأسبوع الماضي. وما نشأ اهتمام السلف صالح رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم يعني الخلف بهذه القضية إلا لأن كبار الهمة أو النابغون يختصرون الطريق على الأمة، لأن هؤلاء بما لهم من خصائص وميزات يختصر الله سبحانه وتعالى بها، فإنه إذا صلح واحد منهم فإنه يصلح به خلق كثير. فلذلك ركز العلماء اختصار الطريق إلى المجد وإلى عزة المسلمين عن طريق البحث عن هؤلاء الفائقين أو النابغين من كبير الهمة، لأن الله سبحانه وتعالى يميز هؤلاء بمواهب واستعدادات فطرية وخصائص ذاتية متميزة. فهم ليسوا يعني مجرد أشخاص ماهرين في أداء اختبارات معينة أو مغارات من نوع خاص، لكن هؤلاء يخلقهم الله سبحانه وتعالى ويرزقهم خصائص شخصية واجتماعية وبدنية تفوق ما عند أقرانهم العاديين. من أهم هذه الخصائص، وإن كان هذا يعني ليس من مواعي من صلب بحثنا، لكن الشرع يرى من أهم الخصائص سلامة البدن من العاهة أو الآفة، قوة الذاكرة، سرعة التعلم، التفوق في التحصيل الدراسي، حب الاستطلاع، الدافعية للإنجاز، دائما عنده قوة وهمة أن ينجز ما يظنه غيره مستحيلا، أما هذا فيكون عنده عزيمة وتصميم وهمة بحيث أنه يكون غالبا مستعدا أن يتحدى العالم أجمع في سبيل أن يطرد عليه ما يعتنقه من أفكار. كذلك من خصائصهم الثقة بالنفس، فلا يصبح مصلحا من هو يعني عاجز أو متواكل أو هيابة يخاف من تحمل المسؤوليات وإرهابها. كذلك من خصائصهم الاستقلالية، أنهم يكون عندهم نزعة استقلالية، لا ينقذون بسهولة ولا يقلدون ولا يكونون إمعان. كذلك من خصائصهم المتابرة والتفوق في القيمة النظرية وفي الميول العلمية والنضوج الاجتماعي والنشأة في ظروف اجتماعية مختلفة. هذا الخصار أشار إلى بعض الخصائص التي يتميز بها كبير الهمة. الأمر المهم جدا الذي يهمنا الليلة من هذه الخصائص من ضمن هذه الخصائص هو عامل النضوج الاجتماعي والنشأة في ظروف اجتماعية طيبة، لأننا إذا فتحنا صفحات التاريخ سنجد أن كثير من الناس رزقوا الكثير من هذه المواهب، ولكن البيئة من حولهم إما أنها لم تكتشفهم، وإما أنها وجهتهم توجيها بعيدا عن مواهبهم، وإما أنها حطمتهم. سواء كانت هذه البيئة أبا أو أما جاهلة، أو ظروف اجتماعية تقر مثلا ظروف ضابطة، أو صديق يعني داخل الهمة أو أي ذلك من العوامل. ففي نفس الوقت نحن حينما نريد أن نسلط الضوء على أننا لا يمكن أن نجد واحدا من يعني أعلام التاريخ الإسلامي إلا ولا بد أن يكون على الهمة. أعلام التاريخ الإسلامي من العلماء والمصلحين أنهم لا يمكن إلا أن يكونوا كبير الهمة ما كانوا أبدا يجدوا مكانا في صفوف يعني عظماء الإسلام أبدا. فعلو الهمة هو خاص مشترك كما بينا ذلك مقارن بين كل من يترك بصمة في تاريخ هذه الأمة. فيما يتعلق بتأثير البيئة المحيطة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان لا يولد عالما، وإنما الإنسان بجانب المواهب التي يهب الله سبحانه وتعالى إياها، لكن لابد أن تربيه وتوزعه البيئة المحيطة به والجماعة التي تتولى رعايته وتتعهده حتى يمتلك نوصية العلم الذي يطلبه. فلا شك أن الأمة التي تهتم بالنابغين فإنها تصنع بهم مستقبلها المشرف، لأنهم هم الذين يقدرون على إصلاح أمرها ويسهمون في ازدهارها. والأمة التي تهمل رعاية نابغيها أو توجههم بعيدا عن الدين وبعيدا عن الإسلام
فسوف تشقى. لماذا؟ حين يتولى أمورها جهلة قاطرون يولدونها المهالك، أو مرضى نفسيون معقدون يسومونها سوء العذاب، أو كفل أصحاب نفوس بريئة وهمم خفيفة يبيعونها لأعدائها بثمن بخس. فكل هذا حصاد إهمال أن يلي الأمر أو أن يوصل الأمر إلى غير أهله، فيوصل لأمثال هؤلاء ثم يسمون الناس سوء العذاب. ومع كون المواهب استعدادات فطرية كما ذكرنا، يعني يولد هذا النجاة أو هذا التشوق أو كبير الهمة هو أصلا عنده استعدادات، لكن لابد مع الاستعداد من البيئة. استعدادات كما نماذج كثيرة في الحقيقة، كطفل يسمى ضمن السيد جلال الأفغاني، طفل كان يدعى سيد جلال الأفغاني، التحق بجماعة البترول في الظهران وعمره 10 سنوات، يعني ذاك التحق في العام الجامعي 1980-1981، كان دخل الجامعة وعمره 10 سنوات، كان قد حصل على الثانوية العامة وعمره 8 سنوات، حصل على الثانوية العامة وعمره 8 سنوات، وتعلم الكردية والإنجليزية والروسية وعمره 9 سنوات. طبعا هذا بيكون واضح جدا من فيه المواهب يميزه الله سبحانه وتعالى. بأولاد نقول هذه مسؤولية المدرسين والمربين والمدير أن يبحث عن هذه الشخصيات ويتولاها بالرعاية. إن كان رجلا موسرا أنفق عليه وساعده، إن كان عالما لا يملك إلا النصيحة ينصحه. أي وسيلة من وسائل التشجيع كما لاحظنا الأسبوع الماضي في كيف كان العلماء ينقبون وراء هؤلاء النابغين وهؤلاء الكبير الأئمة حتى يوفر الوقت ويختصر الطريق لإصلاح الأمة. فمع كون هؤلاء أصحاب استعدادات فطرية لكنها لا تؤدي إلى النبوغ إلا إذا توفرت لأصحابها الظروف البيئية المناسبة يكثر بها التربة الصالحة اللازمة لتنميتها وصقلها. تعد الأسرة وبخاصة الوالدان أو من يقوم مقامهما أهم عناصر البيئة في تأثيرا في إظهار النمو، يعني أهم عنصر على الإطلاق اللي هي أخطر مؤسسة تربوية أيضا على الإطلاق هي الأسرة الوالدان بالذات. أن هذه البيئة إذا اهتمت بالكشف المبكر عن النمو وإذا اكتشفت يعني فيها ولدا نابغا أو مبكرا فلا شك أنهم يعني كانوا على وعي فيهتمون جدا بزراعة أو بذر بذور الهمة العارية في قلوب هؤلاء الأطفال منذ نعومة أبصارهم. وهذا هو السر الذي يفسر لنا سر اتصال سلسلة النابغين من كبير الهمة من أبناء أسر معينة في التاريخ الإسلامي، عائلات معينة وجد علماء يكتبون فيها، لأن البيئة تكون بيئة على قدر كبير من العلم والوعي والحماس لرسالة الدين وخدمة الإسلام. فمن أجل ذلك منذ الصغر بل ربما قبل أن يولد الولد هو يدعو الله أن يرزقه أو يخرج من صلبه من يجدد الدين أو من يكون إماما من أئمة العلماء أو غير ذلك. فكان الاهتمام أكثر قبل حتى أن يولد، بل إن الاهتمام بالأطفال يبدأ قبل الزواج لأن يتحرى المرأة الصالحة ذات الدين. لاحظنا في بعض الناس كآل تيمية مثلا، آل السلوفي، آل الألوسي وغير ذلك من العائلات التي ظهر منها كثير من العلماء. لماذا؟ أن اجتمعت تعليمات فطرية ولا شك أن هذه يدخل فيها عنصر الوراثة، يتدخل عنصر التعليمات الفطرية الموروثة، كذلك القدرات الإبداعية مع البيئة المساعدة. والبيئة أهميتها أنها تكتشف مبكرا هذه المواهب ثم إنها تنميها ثم توجهها إلى الطريق الأمثل. للأسف الشديد الآن، وهذا مما يبكي عليه بدم العين بدماء العين وليس بمجرد الدموع، هو أن الآن تقريبا يكاد يكون كل يعني ونقول معظم احتياطا معظم المسلمين إذا حتى البيئات المتدينة إذا وجد فيهم الولد النابغ فكل اهتمامهم وتركيزهم ورسالتهم أن يخرج طبيبا أو يخرج وزيرا أو كذا من المناصب الدنيا أو أغراض الدنيا. ولا نكاد نسمع عن أحد إلا ما نبغ يوجه ابنه من أجل التخصص في علوم الدين والقيام بالتوجه إلى مقام الاجتهاد في الدين حتى يسد هذه الثغرة. الناس الآن كلهم انصرفت خدمتهم إلى طلب الدنيا ولا خدمة الدنيا وإلى المناصب البراقة وإلى المال وإلى
أي ذلك من المذاهب، لكن لا نكاد نجد يعني أحدا يكون هدفه من طفولة منذ نعومة أظفار ابنه أن يكون إماما لأئمة المسلمين أو أن يوجهه إلى طلب العلم الشريف إلا ما بدر والله تعالى أعلم. لكن السلف كما تبين إن شاء الله تعالى وكما بين أيضا من قبل كانت البيئة من صغر الأسرة تفتش أو العلماء يفتشون، فإذا وجدوا مثل هؤلاء يولونهم اهتماما خاصا كما فعل الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى مع تلميذه النابغة العبقري الشيخ حافظ حكمي، حافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى، الشيخ المشهور صاحب كتاب مش معقول ما حدش عرفه، ده كتاب ده ألف بيت ثلاثين ألف بيت، يعني اللي ما عرفوش يبقى تقصير شديد. كتاب إيه؟ معارج القبول وغير من الكتب النافعة مع صغر سنه، ومات يعني او اعتقد كان حوالي مات حوالي عنده 35 سنه، وترك من الاثار العلميه ما يبهر ويدهش من يطالعها. كان الشيخ لما اكتشف هذه الموهبه كان ابوه والد الشيخ حكم رحمه الله كان يعني مصرا على ان يعينه ابنه في زراعه الاغنام وهذه الاشياء، والشيخ اكتشف يعني موهبته مبكره يعني أطاع أباه ورفض أن يذهب للشيخ حتى يطيع يبر أبيه يبر أباه. فيعني مما سمعته يوم كنت هناك في عتيم منطقة عتيم يعني أن الشيخ كان يتتبعه، كان الشيخ نفسه هو الذي يذهب إليه ويتتبعه حيث محل غنمه ليلقنه العلم وهو يرعى الغنم من شدة من غضب الأمل الذي يعني توقعه من هذا الطفل النابغة. وبالفعل لما توفي والده رحمه الله تعالى تجرد من طلب العلم وتفرغ للشيخ، فكان له هذا الإمام الفذ النادر مع حداثة سنه رحمه الله تعالى ومع أنه توفي في ريعان شبابه رحمه الله تعالى. رب أم ذكية محبة للعلم أو أب عالم مشهود لعلمه كان سببا في تيسير السبيل إلى العلم، تيسير السبيل إلى العلم ومجالسة العلماء. فشكل هذا كله أثر بليغ في تنمية نبوغ أبنائه. هذا الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان عمر يعلم به ألف من الرجال. لما أرسله نجدة عمرو بن عوف قال يعني أرسلت إليك 4000 جندي ومعهم 4 كل منهم بألف، وذكر منهم يعني الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه. إذا تأملنا البيئة التي نشأ فيها الزبير بن عوام نجد أن أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت أسد الله حمزة بن عبد المطلب، وهؤلاء الكملة العظماء عبد الله والمنذر وعروة أبناء الزبير كلهم ثمرات أمهم ذات لتقين أثناء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يتربى على أمه فاطمة بنت أسد وخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنهما. هذا عبد الله بن جعفر سيد أجواد العرب تعاهدته أمه أسماء بنت عبيد رضي الله تعالى عنها. وهذا أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قريب العرب وألمعيها، ورث عن أمه هند بنت عتبة همة تجاوز الثريا. وقد ذكرنا من قبل ان امه هندا يعني قيل لها ان ولد معاويه وكان وليدا بين يديها، قال لها بعض الحاضرين اني اظن ان هذا الغلام سيسود قوما، فاجابت غاضبه سكلته اذا ان لم يسد الا قوما، يعني الطفل وليد في النهي حديث الولاده، فدلت عليه علامات النجاه، فقال هذا الشخص يعني اني أظن أن هذا الغلام سيسود قومه، فهي تقول تكيده إذا يعني يموت أحسن، لو كان لا يسود إلا قومه يبقى أنا لا أريده ولا دليل، تكيده إن لم يسود إلا قومه. فتخيل أنت يعني لو كانت أم تعيش بهذا الأمل وتعيش بهذه الطريقة من التفكير كيف سيكون سلوكها مع ولدها؟ لا شك أنها سترضعه مع اللبن هذه القيم حتى تكبر همته وتطمح به أو تصعد به إلى أرقى ما يمكن الوصول إليه من الهمم. لا شك بذلك، هذا تقول وهو رضيع غلام وليد بين يديه، تقول سكنته إذا إن لم يجد إلا قوله.
وبالفعل اذا نظرنا الى يعني امير المؤمنين معاويه بن سفيان رضي الله عنه عنهما لا شك ان معاويه كان من اسود العرب من اعظم الناس قدره على سياسه الامم وامارته في الشام يعني خير شاهد على ذلك. هذه الام نفسها لما نعي اليها ولدها يزيد بن ابي سفيان قال لها بعض المعزين ان لنرجو ان يكون في معاويه خلق منه إن يجب أن يكون فيه معاوية خلق منه. فقالت أو مثل معاوية يكون خلقا من أحد؟ والله لو جمعت العرب من أقطارها ثم رمي به فيها لخرج من أيها شاء. فكان معاوية رضي الله عنه إذا نوزع بالفخر بالمقدرة وجوذب بالمباهاة بالرأي انتسب إلى أمه. كان يفخر الناس إذا احتاج أن يستخر فيقطع أسماع خصومه بقوله أنا ابن هند أنا ابن هند فخرا بأمه رضي الله تعالى عنها. هذا سفيان الثوري الإمام الجليل والعالم الشامخ كان ثمرة أم صالحة غذته بلبانها وحاطته بكنفها حتى صار إمام المسلمين وأمير المؤمنين في الحديث. سفيان الثوري هو الذي قالت له أمه وهو طفل صغير يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. اطلب العلم مع أنه كان يتيما اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي. فتنزل هي تشتغل في الغزل وتنفق عليه حتى يتفرغ في طلب العلم. هذا الامام الثقه الثبت ابو عمرو الاوزاعي نشا يتيما في حجر امه تنقلت امه به من بلد الى بلد وربته تربيه عجزت الملوك وابناؤها عنها حتى استفتي في الفقه وله 13 سنه. فالامام ابو عمرو الاوزاعي رحمه الله تعالى. كذلك فعلت أم الإمام ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المشهير بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى. كان ربيعة ثمرة تربية أم فاضلة أنفقت عليه أمه 30,000 دينار خلفها زوجها عندها وهي حامل به لأن أمه لما كانت حاملا به ترك أبوه معها 30,000 دينار وخرج للغد فغاب تخلص الغزو مدة كبيرة فلما رجع كان ابنه قد انفقت امه عليه كل هذا المال في سبيل ان يحصل يعني يطلب يعني العلم الشريف. فلما رجع يعني ابوه من الغزو بعد سنوات طويلة وقد استكمل ابنه الرجولة واستكمل ايضا المشيخة فرجع فاتى الى بيته فدفع الباب ودخل فواجهه ابنه وقد كان صار شيخا صار يعني عالما جليلا وشابا يافعا فقال له اتدخل علي اتدخل على حرمي عدو الله؟ لما راى رجلا اجنبيا ظنه رجل اجنبي دخل الباب واقتحمه فقال اتدخل على حرمي عدو الله؟ والمهم اشتبك الابن مع ابيه دون ان يعرفه الى ان اجتمع الناس وازدحموا عليهما ثم جاء الامام مالك رحمه الله تعالى وقال له ايها الشيخ لك ساعة تغير هذه الدار كنت محتاج لدار الحق عن دار اخرى لك ساعة تغير هذه الدار. قال كيف هذه داري. فسمعت امه من وراء الحجاب هذا الصوت فقالت ان هذا هو يعني فروخ زوجي او ابو عبد الرحمن. فتعانق الولد مع ابيه ثم مع ذلك لما اتى وقت الصلاة خرج ابوه الى المسجد فوجد يعني حلقة كبيرة جدا في المسجد وقد تصدرها ابنه الذي رآه آنفا فتعجل جدا واستحيا منه ابنه فأطرق برأسه وأظهر كأنه لم يره. فلما رجع إلى البيت قال لها لقد رفع الله ابني لقد رفع الله ابني. فلما سألها عن الدليل قالت أيما يعني أفضل عندك 30,000 دينار أم ما صار إليه ولدك من الإمامة والمشيخة في الدين؟ فقال بل ما صار اليه فقالت فقد انفقتها كلها عليه. فالشاهد من هذا القصه من الذي تولى تربيته؟ امه فانفرد بتربيته ويعني وجهته الى طلب العلم. كذلك الامام مالك امام دار الهجره رحمه الله تعالى امه تاخذه وهو صغير وتلبسه العمامه صغيره على راسه وملابس طلبه العلم و تحرضه على الذهاب الى العلماء وتقول له اذهب الى ربيعه فتعلم من ادبه قبل علمه.
ومات والد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو جليل أو رضيع، فتولته أمه بعنايتها وأشرقت عليه بحكمتها وتنقلت به من غزة إلى مكة مستقر أخواله، فربته بينهم هنالك. ونشأ الإمام الشافعي يتيما فقيرا، ولم تستطع أمه دفع أجر معلمه، إلا أن المعلم قبل أن يعلمه بدون أجر وتعهده بالرعاية وجعل له منزلة خاصة بين التلاميذ لما لمسه فيه من نباهة وسرعة في الحفظ. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: كنت يتيما في حجر أمي، ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي أن يعلمني بدون أجر وأن أسلطه في الدرس إذا قام. هذا إمام المحدثين على الإطلاق، الإمام الجليل محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. مات أبوه إسماعيل وهو صغير، فنشأ يتيما في حجر أمه، وكانت امرأة عابدة صاحبة كرامات. فلا شك بهذه النماذج، والحقيقة أن أردنا تفصيل نماذج كثيرة جدا في التاريخ الإسلامي. هذه النماذج لا شك أنها تبرز لنا دورة البيئة في صناعة هؤلاء الأماجدين. هناك خطأ آخر في الحقيقة نقع فيه كثيرا، هو أننا دائما نسلط الضوء على الشخصية التي هي عبارة عن ثمرة، ونغفل النظر إلى البيئة التي أثمرت هذه الثمرة أو الشجرة التي أثمرت هذه الثمرة. هل يمكن مثلا أن نغفل أثر البيئة ونركز فقط على ثمرة هذه البيئة في رجل مثل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى؟ لماذا دائما نركز على عمر بن العزيز دون أن نلفت النظر إلى البيئة؟ هل عمر بن عبد العزيز أو غيره أي واحد من المجددين أو من أئمة الدين هو صحيح يرزق استعدادات فطرية كما ذكرنا ومواهب وقدرات إبداعية، لكن لابد من وجود البيئة، لأن كما ذكرنا دي إما أنها تحطم وتعوق وإما أنها تنهض بهذه الثمرة وتسقيها. فهل كان يمكن لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن يمارس دوره في تجديد الدين ويتهيأ له هذا الأمر لولا البيئة الصالحة التي وجهته إلى المعالي، وبذر بذور الهمة العالية في قلبه منذ طفولته؟ فنحن كثيرا بنقول احنا نتكلم على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى على أنه هو مجدد القرن الأول، ولا شك أننا نسلم بهذا أن عمر بن عبد العزيز مجدد القرن الأول، لكننا نقول أن عمر بن عبد العزيز ما كان له أن يقوم بهذه الحركة التجديدية الواسعة الجوانب لولا وجود عدد كبير من أجلاء التابعين وسادته الذين كانوا بالفعل ساعده الأيمن في تنفيذ مشاريعه التجديدية العظيمة، وعلى رأسهم رجاء ابن حيوة الذي أشار جاء ابن حيوة له فضل على الأمة الإسلامية في موقف غير مجرى التاريخ كله، لأن رجاء ابن حيوة هو الذي أشار على سليمان ابن عبد الملك عند وفاته باستخلاف أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، فكان لهذه الشورى ولهذه النصيحة الأثر العظيم الذي نشأ عنه تمكين عمر بن عبد العزيز من القيام بدوره التجديدي الفاني. نتأمل بعض المواقف من طفولة عمر بن عبد العزيز لنعرف أن هو ما ينشأ إلا ببيئة، وأننا مسؤولون عن توفير هذه البيئة لأبنائنا. فعن سعيد بن عفير قال: حدثنا يعقوب عن أبيه أن عبد العزيز بن مروان وهو والد عمر بن عبد العزيز بعث ابنه عمر إلى المدينة يتأدب بها وكتب إلى صالح بن كيسان يتعاهده، فكان صالح بن كيسان يلزمه الصلوات، يراقبه الصلوات ويحث على الحضور على الصلوات ويشرف عليه في ذلك. فأبطأ يوما عن الصلاة، يوم الأيام تأخر وأتى مسبوقا عن الصلاة، فقال له صالح بن كيسان رحمه الله: ما حدثك؟ قال: كانت مرجلتي تكتم شعري. كانت مرجلتي الخادمة المتخصصة في تفصيل شعري، كانت مرجلتي تسكن شعري. يعني بعض الناس احيانا يتكلمون ان عمر بن عزيز نشأ في بيئة مطرفة وكذا وكذا، نعم مطرفة لكنها بيئة دينة، وعمر بن عزيز طلب العلم. عمر بن عزيز ما وصل للامامة بمجرد انخلاف سياسي او مجرد القفز الى مقعد السلطة، عمر بن عزيز امام ائمة الاجتهاد،
رحمه الله تعالى، يعني وصل لأعلى مراتب العلم. واضح؟ فمع الفرق الذي كان فيه وأنه كان يعيش هذه المعيشة المطرفة، لكن أمر الدين ما كان فيه متلامة، كانت مرجلتي تسكن شعري، وهذا وهو قبيل صريح. فقال له صالح بن كيسان: بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة؟ بلغ من تسكين شعرك، مهتم بتسكين شعرك إلى حد أن يأخرك عن حضور الصلاة، بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة؟ ماذا فعل؟ وكتب بذلك إلى والده. فبعث عبد العزيز رسولا إليه فما كلمه حتى حلق شعره. أبوه أرسل رسول قال لا تكلمه كلمة واحدة حتى تحلق شعره كله، عقوبة له على أن يعني أنه آثر تسكين شعره على حضور الصلاة في أولها. فمعنى ما معنى هذا يعكس بيئة، يعني أنه كيف يرسل ولده إلى المدينة لا ليتعلم فقط لكن كي يتأدب، ثم يكلف واحدا من علماء الأتقياء أن يشرف عليه وعلى تربيته ويتعاهده ويراقب حضوره في الصلاة. فإن تخلف مرة ضبطه قال ها حبسك إلى آخره، ويرسل إلى أبيه شكوى أنه تأخر عن صلاة بسبب هذا الأمر التافه، فيرسل أبوه هذا الرسول فما كلمه حتى حلق شعره. وعن أبي قبيل أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بكى وهو غلام صغير، فأرسلت إليه أمه وقالت ما يبكيك؟ قال ذكرت الموت. قال وهو طفل صغير، قال ذكرت الموت. قال وكان يومئذ قد جمع القرآن فبكت أمه حين بلغها ذلك. ونقل الزبير بن بكار عن العزي قال إن أول ما استبين من عمر بن عبد العزيز أن أباه ولي نصرى وهو حديث السن يشك في بلوغه. أول ما استبين يعني أول العلامات التي أظهرت أن هذا شخص غير عادي، أن عمر بن عبد العزيز هذا الشخص يعني ينتظره مستقبل عظيم، أنه لما ولي أبوه نصر كان حديث السن يشك هل بلغ أم لا، فأراد إخراجه. فقال يا أبتي أو غير ذلك لعله أن يكون أنفع لي ولك ترحلني إلى المدينة فأقعد إلى فقهاء أهلها وأتأدب بآدابهم فيجزنه إلى المدينة فاشتهر بها بالعلم والعقل مع حداثة سنه. نقفز قفزة أخرى لنتكلم على خصيصة أخرى من خصائص التي أشرنا إليها في مقدمة الكلام والتي يتميز بها النبيون أو الفائقون أو كبار الهمة، أشرنا إليها ضمنا وهي قضية النضوج الاجتماعي المبكر بجانب النشأة في بيئة اجتماعية سيئة تساعده على الازدهار، كذلك النضوج الاجتماعي المبكر، يعني كما أن الطفل بينمو وبينمو في عدة اتجاهات، كما أن جسمه بينمو باستمرار له ملامح معينة وعلامات في نموه في كل مراحل العمرية. كذلك نفسه تنمو وروحه تنمو شخصيته تنمو. هناك نوع من النمو الاجتماعي، النمو الاجتماعي في تعامله مع المجتمع من حوله، والنضج الاجتماعي المبكر الذي يؤهلنا نتحمل المسؤوليات من حداثة سنه. نحن اذا تاملنا اعمار كثير من العلماء الذين رحلوا الى طلب العلم، رحلوا في طلب العلم في افاق الارض، نجد ان بعضهم كان سنه مثلا 13 سنه 10 سنوات او ما بين 10 و 20 مثلا. واضح؟ فهذا الشاب الذي عمره 13 سنة كالإمام جرير الطبري مثلا أو غير من الأئمة الذي يرحل إلى أقطار الأرض في طلب العلم، وما كانت طبعا وسائل المواصلات المرتبة موجودة في هذا الزمان، واضح؟ وما معنى ذلك؟ يعني هو يكون أبوه كون أبيه أو أمه أو وليه أو شيخه يتركه يرحل في الأرض لطلب العلم، ما معنى هذا؟ هذه يعني إشارة عظيمة جدا إلى النضوج الاجتماعي الذي كان يبلغه هؤلاء العلماء. نضج اجتماعي بمعنى انه يستطيع ان يواجه الناس وحده، يسافر وحده، يتحمل مسؤوليه نفسه، يعترف، واضح، يعني يصارع الفقر، يصارع المرض، يصارع الوحده، يستطيع ان يتعامل مع الناس. كل هذا هي يعني من امارات النضوج الاجتماعي المبكر. ف يعني لان بعض الاباء احيانا يرتكب خطيئه الحمايه الزائده، الحمايه الزائده للولد، عايزه حتى لما يكون ده وطن ثانوي ما عنديش شرع الا ما يمسكه من ايديه. واضح؟ يطيل فترة الطفولة في عمر هذا الطفل، هذا الشاب. واضح؟ كثير من الآباء يظل من خوفه على ابنه والحماية الزائدة له لا يحمله أي مسؤولية. واضح؟
ولا نريد ان ناخذ الموضوعين لان هذا موضوع حيوي ان شاء الله نرجو ان نتكلم فيه فيما بعد من حيث اخطائنا التربويه في معامله هؤلاء الابناء. على اي الاحوال نحضر او نذكر ان نموذجا نقصد قبل ونصل الى القرن الثاني عشر الهجري حيث يحدثنا والد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهو يعني صاحب اعظم حركه تجديديه منذ القرن الثاني عشر الى الان. شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولا ينكر دوره التجديدي العظيم الا جاحد الا جاحد. فاكتشف والده فيه النضج الاجتماعي المبكر فراح ابوه ينمي ثقته بنفسه ويثقل مواهبه ويعده لتحمل المسؤوليات. كتب ابوه يوما الى صاحب له فقال له وهو يتكلم عن والده محمد بن عبد الوهاب يقول تحققت انه بلغ الاحتلام قبل اكمال سن 12 سنه على التمام فرايته اهلا للصلاه بالجماعه والائتمام. بلغ في هذه السن ورآه أهلا عنده الأهلية شخصيته عنده الأهلية أن يصلي الجماعة يصلي إماما بالناس فقدمته إماما. لماذا؟ لمعرفته بالأحكام لأنه كان رجع على الفقه على العلم رحمه الله تعالى فقدمه أبوه ليكون إماما تنمية الثقة بالناس وتنمية الشخصية والنضوج الاجتماعي المبكر. يقول أبوه وزوجته بعد البلوغ مباشرة ثم طلب مني. طبعا في هذا الزمان كثيرا ما نجد يعني ممكن الشاب في مثل هذا السن قد يكون وصل الى مرحلة البلوغ لكن النضج الجسدي لا يتوافق مع النضج الاجتماعي. يعني دي بتكونش قاعدة ان واحد يتزوج عنده 12 سنة مثلا. لماذا؟ لان دي بتكلم عن حالة استثنائية ونشير الى خطيطة النضج الاجتماعي المبكر قادر على تحمل المسؤولية. والا فتخيلوا لو ان شبابنا من هذا الشباب هذا الزمان 12 سنة او 13 او حتى 17 يتحمل المسؤوليه كم من المشاكل يمكن ان تنجم نتيجه التخلف في النضوج الاجتماعي. فاحنا بنتكلم الان على حاله فذه تميزت بظهور النضج الاجتماعي مبكرا. يقول ابوه وزوجته بعد البلوغ مباشره ثم طلب مني الحج الى بيت الله الحرام فاجبته بالاسعاف الى ذلك المرام فحج وقضى ركن الاسلام. هذا كلام والده عنه. فبغير هذا النضوج الاجتماعي المبكر وبغير هذه التربية الواعية، التربية الواعية لماذا؟ لأنها تنمي الملكات تغرس الثقة في النفس لا كالآباء الذين يحطمون في أولادهم كل موهبة. أنت مش فالح، أنت مش نافع، أنت بالتحقير على طول يحقق في ذاته يعني دون أن يدري. فهذه التربية التي تنمي الملكات وتغرس الثقة في النفس وتحذرها من التواكل والتبعية والطفولية. بغير هذا النضج المبكر لا نستطيع أن نفسر ظاهرة ارتحال العلماء في سن الصبا والشباب المبكر في أقطار الدنيا طلبا للعلم وقد فارقوا الأهل والأوطان وكابدوا المخاطر والمشاق دون كلل ولا ملل ولا تبرم. على الجهة الأخرى يعني كنا نقول إن البيئة قد تكون البيئة المعدمة مثلا الأب خطير جدا أو غير ذلك من الأسباب قد تكون سببا في الإعاقة عن نمو هذه الملكات. في الجهة الأخرى أيضا الترف قد يكون دليل الإعاقة أيضا عن ذلك ومع ذلك يعني يترفع صاحب الهمة العالية على الحياة المطرقة ورغد العيش بل يسخر هذه الحياة لإنجاز المطالب الجسيمة كحال الإمام محمد ابن أبي محمد علي بن حزم رحمه الله تعالى الذي نشأ مطرقة. الإمام بن حزم الأندلسي الفارسي الأصل نشأ في الأندلس نشأة في غاية الترف ولكنه انصرف عن مطامح الدنيا ومطامحها في سبيل طلب العلم. ومما أذكر أن الإمام بن حزم رحمه الله تعالى لما كان وقعت بين المناظرة بينه وبين الإمام الجليل أبي الوليد الباجي الماليكي شارح الموطأ لما وقعت بينهما مناظرة في نهاية المناظرة قال له الإمام الباجي رحمه الله تعالى يعتذر له يعني إن كان حصل خير خلل أو تقصير مني في المناظرة فاعذرني. قال له بعد نهاية المناظرة لا في الشارع ولا هنا صدق
قال له اعذرني فاني كنت اطلب العلم على سرج الحراس. الحراس ما كان في كهرباء، فكان الحارس بالليل اللي هو بيحرس مثل الشرطي يحرس يعني الطرقات والمدينة يعني او القرية بمشاعل من نيران، شعل من نيران، يعني ويقف في نوبة الحراس. فكان وهذا رأيناك في كثير من العلماء الذين كانوا في شدة الفقر لا يجدون ما يتطلبون ولا يأخذ عن يمان من شدة شوقه لطلب العلم، وما عنده شيء يقتضي به، فيخرج إلى الشارع أو إلى الطريق عند الحرس ويسهر على طلب العلم على ضوء مشاعره. فقال له الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: اعذرني فإني كنت أطلب العلم على سرج أو سرج الحراس. فقال له الإمام الإمام بن حزم رحمه الله تعالى: واعذرني أيضا فإني كنت أطلب العلم على منائل الذهب والفضة. ماذا يعني؟ يعني الإمام ابن أبي وليد الباجي رحمه الله تعالى يرى أن الفقر الذي كان فيه محيق عن طلب العلم، وهو طلب العلم بالمكابرة وبالسهر على مشاعر الحراس. فالإمام بن حزم يرد عليه يقول: لا، الفرح هو الذي يعيق عن طلب العلم. لماذا؟ إنسان المطرب يكون متيسرا للوسائل المادية والمال وغير ذلك، فبالتالي يسهل عليه سبل إيه؟ اللهو، اللهو والمزهات والخوض في يعني زينة الدنيا، فبالتالي يعيقه الطرف، يعني كأنه يرى أن الطرف أشد في إعاقة طالب العلم من الفقر. فلذلك قال له: واعذرني فإني كنت أطلب العلم على منائل الذهب والفضة، يعني المنائل المصنوعة من الذهب والفضة. ربما نشأ كبير الهمة في بيئة معدمة قاسية تكون كفيلة بإضفاء همته والقضاء على نبوغه، لكن الله سبحانه وتعالى ييسر له من الأسباب ما يأخذ بيده، أو يقيد له من ينمي مواهبه ويتكفل بأمره. نشأ المتنبي شاعر العرب الفحش في أسرة فقيرة غير متعلمة. وطبعا المتنبي بلا شك شخصية عليها بعض الملاحظات، لكن أيضا بلا شك المتنبي من أكابر من أعظم الناس في علو همتهم، وهذا بين لمن يعرفه فالجمهور. فنشأ في بيئة غير معينة له على ذلك، لكن الله قدر له فرصة التعليم المجاني في كتاب خاص بأبناء الأشراف في الكوفة، وشجعه أصحاب المكتبات، كان أصحاب المكتبات يشجعونه على أن يقرأ الكتب بدون مقابل. ومما يروى أن وراقا كان يلازمه الإمام أو المتنبي، حكى الوراق عن المتنبي فقال: كان اليوم عندي وقد أحضر رجل كتابا في نحو 30 ورقة لبيعه، فأخذه أبو الطيب المتنبي ونظر فيه طويلا، فقلت له: ما هذا؟ أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك. ما في الكتاب اللي هي 30 ورقة وقاعد ينظر فيه. فقال له الوراق: ما هذا؟ قطعتني عن بيع، أنا أريد أن أنت تشغلني وأنا أريد أن أبيعه للناس، وأنت عاد تتأمل في الكتاب قطعتني عن ما هذا، أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك، فإن كنت تريد شهرة فهذا يكون في شهر إن شاء الله. فقال المتنبي: إن كنت حفظته هذه المدة، إن كنت حفظته هذه المدة قلت أهب لك الكتاب. قال: اسمعها مني. فأخذت الدفتر من يده وأقبل يتلوه حتى انتهى إلى آخره. ولذلك كان أصحاب المكتبات يسمحون له بالقراءة دون أجرة. من أشهر من كان يعنى بالتفتيش عن النابغين، وطبعا هذا كلام احنا مش بنقوله يعني تتالي وحكايات، لأن أعرف أنكم تحبون الحكاية، لكن أقول هذا حتى نطبق هذا الكلام، وبالذات الإخوة المدرسون فلا شك أن مسؤولياتهم يعني عظيمة وجسيمة في هذا الباب. مهم جدا التفتيش عن هؤلاء الناس وإعانتهم، كذلك الأب. طبعا هم كما ذكرنا من قبل في عنوان إيه؟ يعني ندرة كبير الهمة، هم ليسوا القاعدة في الناس، لكن كما ذكرنا إذا سلطنا الضوء على واحد فقط ممكن هذا الواحد يكون سبب في إصلاح الأمة بسائرها، إذا أحسن توجيهه وتنميته وتربيته نحو الهدف والأسمى. أشهر من كان أو من أشهر من كان يعنى بالتفتيش عن النابغين
ويستنقذهم ينظر فيهم القافية ويأخذ بأيديهم في طلب العلم الإمام الجليل أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. فقد حرق الإمام أبو حنيفة عندما تولى حلقة الدرس بعد شيخه حماد، حرق على رعاية تلاميذه النابغين، فقد كان يواسيهم من ماله الخاص ويعينهم على موارد الدهري، حتى أنه كان يزوج من تلاميذه من كان في حاجة إلى الزواج وليست عنده مؤونته، ويرسل لكل تلميذ حاجته. قال شريك أو شريك أحد تلامذته كان يغني من يعلمه، كان يغني ينفق على من يعلمه وينفق عليه وعلى عياله، فإذا تعلم قال له لقد وصلت إلى الغنى الأكبر لمعرفة الحلال من الحرام، الآن صرت أغنى الناس، عندك ثروة لا تضاع ولا تقدر بثمن، وهي العلم والفقه الذي تميز به بين الحلال والحرام. وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى ينظر إلى نفوس تلاميذه ويدعى أحدها بالرعاية والنصيحة، فإذا وجد من أحدهم إحساء بالعلم يمازجه الغرور أزال عنه درن الغرور ببعض الاختبارات التي تثبت له أنه ما زال في حاجة إلى مزيد من العلم. أي نعم. وذكر الكردري في مناقبه بسنده إلى أبي يوسف رحمه الله تعالى قال أبو يوسف صاحب الحديث الإمام الجليل المشهور: كنت أطلب الحديث وأنا مقيل المال، فجاء إلي أبي وأنا عند الإمام، وأنا عند الإمام يعني الإمام أبي حنيفة، فقال لي: يا بني لا تمدن رجلك معه، فإن خبزه مشوي وأنت محتاج. هذا إمام حنيفة كان تاجرا وكان منكرا رحمه الله. قال: يا بني يعني نحن لسنا حالنا كحالي هذا الإمام، لا تمدن رجلك معنا، نحتاج إلى أكل العيش وإلى الكسب وكذا، فإن خبزه مشوي، أما نحن فإننا يعني محتاجون. يا بني لا تمدن رجلك معه فإن خبزه مشوي وأنت محتاج. فقعدت عن كثير من الطلب، كانت كلمة أبي سبب في أنه قعد عن كثير من طلب العلم، واخترت طاعة والدي، فسأل عني الإمام، انظر التفقد، فسأل عني الإمام وتفقدني وقال حين رآني: ما خلفك عنا؟ قلت: طلب المعاش. فلما رجع الناس وأردت الانصراف دفع إلي ذرة فيها 100 درهم، فقال: أنفق هذا فإذا تم أعلمني والزم الحلقة. فلما مضت مدة دفع إلي 100 أخرى، وكلما تنفذ كان يعطيني بلا إعلام، يعني بدون أن يخبره هو، كأنه كان يخبر بنفاذها، حتى بلغت حاجتي من العلم أحسن الله مكافأته وغفر له. وكان أبوه يقول له: لنا بنات وليس لنا ابن غيرك، فاشتغل بهن. فلما بلغ الخبر الإمام أجرى عليه رزقا يعني مرتبا، وقال: إلزم الفقه فإني ما رأيت فقيها معصرا قط. وربما لمح شخصا عالي الهمة تلوح من محياه أمارات النبوغ، فظن بموهبته أن تنفق في طلب الدنيا، وشجعه على طلب العلم. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: مررت يوم على الشعبي وهو جالس، فدعاني وقال: إلى ما تختلف؟ إلى ما تختلف؟ فقلت: أختلف إلى فلان. قال: لم أعني إلى السوق، عنيت الاختلاف إلى العلماء، تحضر لمين؟ عنيت الاختلاف إلى العلماء. فقلت له: أنا قليل الاختلاف إليهم. فقال: لا تفعل. قال أبي حنيفة، يعني قال الشعبي لأبي حنيفة: لا تفعل، وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة. قال: فوقع في قلبي من قوله، فتركت الاختلاف يعني إلى السوق، وأخذت في العلم، فنفعني الله تعالى بقوله. يعني لا يعني أو نرجو أن يكون في هذه المواقف التي نحكيها الآن تجسيد لأحد معاني التي نظن ما يمكن أن تندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغ، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، إلى آخر الحديث. فقد تكون كلمة يسيرة خرجت الإنسان بصدق، لكنها كانت يعني مع وجازتها لكنها كانت عميقة الأثر، إلى أنها يعني غيرت حياة واحد من هؤلاء الأئمة أو كبير الأئمة
وبالتالي غيرت يعني او طبعت اثرا عظيما جدا في اصلاح الأمة المحمدية. فلا شك ان النصيحة لأمثال هؤلاء اذا صادفت محلا قابلا فلا شك انها باذن الله يعني تحدث هذا التغيير تكون نقطة تحول، النصيحة تكون نقطة تحول. فهذا الشخص الذي نصح هذه النصيحة لا شك انه يكون متسببا في خير، وانه داخل في قوله عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله. وتدخل ايضا او نرجو ان تدخل في قوله ان العبد يتكلم بالكلمه من رضوان الله، ما يظن ان تبلغ ما تبلغ، ما يظن ان هذه الكلمه عظيمه الاثر الى هذا الحد وان ثوابها جزيل الى هذا الحد، يكتب الله بها رضوانه الى يوم يلقاه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن مكي بن ابراهيم وهو احد شيوخ البخاري قال كنت اتجر فقدمت على ابي حنيفه قدمه فقال لي يا مكي اراك تتجر، التجارة إذا كانت بغير علم دخل فيها فساد كثير، فلما لا تتعلم العلم ولما لا تكتب؟ تأملوا، انظر كيف لما يجد واحدا نابغة يوجهه لطلب العلم الشرعي، العلم الشريف، مع أنه منشغل بالدنيا، ما يقول لا المسلمين محتاجين لرأس المال والمسلمين محتاجين للمشاريع الاقتصادية، يعني احنا ما نحقق هذا، لكن الملاحظ الآن كل الناس يتجهون للعلوم الدنيوية، أو من يضحي من أجل الدين، أو يقول ولدي هذا سأتعهده حتى يخرج إماما للمسلمين. واضح؟ لكن يعني يؤدى به فرض الكفاية، تعليم الناس والوصول إلى مقام الاجتهاد. أغلب الناس نجد أنهم يعني يدفعون أبنائهم دفعا لأن هناك والفناء في طلب علوم الدنيا. ولذلك الأمل يعني كبير في الإخوة الذين بدأ يعني يخرج منهم الجيل الثاني بل الثالث، يعني أن يعني يصلوا لهذه الحقيقة وأن يحققوا ولاءهم للإسلام في تجريد أبنائهم من أجل نصرة الإسلام، لعل الجيل القادم يكون أسعد حظا منا ويجزى ما نقصر نحن في عمله. أي نعم. يقول الإمام مكي ابن إبراهيم فلم يزل بي، ما يعني لم يزل بي؟ يعني مصابرة ومدرامة، لم يزل بي إلحاح وإقناع ومحاورة، ألم يزل بي حتى أقامت في العلم وكتابته وتعلمه، فرزقني الله منه شيئا كثيرا، فلا أزال أدعو لأبي حنيفة في دبر كل صلاة وعندما ذكرته، لأن الله ببركته فتح لي باب العلم. ربما كان لتجربة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى مع شيخه الإمام حماد أثر عظيم في مسلكه هذا، فقد كان أبي حنيفة مقتديا في مسلكه مع هؤلاء النوابغ بتربيه امامه له حماد رحمه الله تعالى. فقد اكتشف حماد نبوغ ابي حنيفه وعلو همته، فخصه برعايته وقرره من مجلسه مؤملا ان يكون حسنه من حسناته يهديها الى الامه. فقد انخرط ابو حنيفه النعمان في التعليم على يد شيخه حماد بالمسجد الجامع بالكوفه، وعندما لبس فيه النجابه وسرعه الحفظ وسلامة التفكير أجلسه بإزائه واحترم رأيه فشجعه على الاجتهاد والاستقلال بالرأي، ولم يتبرم من كثرة أسئلته واستفساراته لما فيها من عمق ودقة، مما يروى أن أبا حنيفة انصرف من مجلس حماد بعد أن سأله عدة أسئلة، يعني سأل شيخه عدة أسئلة وألح في الجدل حتى احمر وجه حماد، احمر وجه شيخي من إيه من النقاش ومن الأسئلة. فبعد ما خرج أبو حنيفة قال لجاره واصفا صلاحة المدينة، قال هذا على ما ترى منه يقوم الليل كله ويحيي. هذا على ما ترى منه، يعني أنه في الليل يعني هذه كلمة مناسبة، يعني كما ترى يعني الليل يفسد أسئلة وحتى درجة النحر للشيخ ويلحف الأسئلة ويجادله حتى يحمر وجه الشيخ، ومع ذلك أمر انصاف شيخه قال هذا على ما ترى منه، يعني انهمائه في المناقشات وفي الرأي وفي الأخذ والمجادلة إلى هذا الحد، ومع ذلك ولا يقصر ولا يخل بالعبادة، يقول هذا على ما ترى منه يقوم الليل كله ويحييه. واستمر أبو حنيفة ملازما أستاذه 18 سنة ولم يستقل بالضرب والتمحيص إلا بعد وفاة شيخه حماد. ربما كانت نصيحة عابرة من عالم مخلص
بداية نقطة تحول في حياة أحد النابغين إلى انتفاع عموم الأمة به. أحد العلماء لقي نابغة كبيرة الهمة وترك الدعوة والتعليم والتعلم في بلده وجاور في الحرم المكي الشريف وخلى مكانه في بلاده الذي كان يشغله الدعوة والتعليم، فأرشده إلى تصحيح مساره، قال له: ليس هذا مكانك، ليس هذا مكانك. كان سبب أخذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في العلم ما حكاه مصعب بن عبد الله الزبيري، قال: كان الشافعي رحمه الله في ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام العربي والأدب، ثم عثر في الفقه بعده، قال: وكان سبب أخذه في العلم سبب هذه التحويلة في مجرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي يعني حجة في اللغة بلا شك، الإمام الشافعي يعني نذكر يقول بيت البيت من الأبيات، ولولا يعني معناها ان لولا ان القاء الشعر بالفضلاء يزري يعني اشتبه فيها الشعر. نعم، لولا ان الشعر بالعلماء او الفضلاء يزري لقال الناس اشعر باللبيبي. على اي احوال هذا المعنى ان يعني الامام الشافعي كان لو اتطرق نفسه على تيده في الشعر لقال الناس انه اشعر من لبيب، واضح الشعر الجهري المعروف. وكذلك العلامه الجليل الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى كان على مقدره عجيبه جدا في الشعر، وترك ايضا طلب الشعر لانه راى ان يعني التواجد في الشعر ينافي المروءه، ان يشتغل بالشعر ويعني يكثر منه كان يرى انه ينافي المروءه. ولذلك قراءه الشعر الشنقيطي كان تقرا يعني شيئا من المعلقات، وسياتي الكلام في ذلك ان شاء الله. المهم ان الامام الشافعي بدا بطلب الشعر وايام العربي والادب، واخذ في الفقه بعد ذلك، طلع عليه طلب الفقه. كان سبب اخذه في العلم انه كان يوما يسير على دابه له وخلفه كاتب لأبي يعني عبد الله الزبيري، فتمثل الشافعي ببيت شعر فقرأه كاتب أبي بصوته، سمعه كاتب أبي يتمثل في أثناء كلام ببيت من الشعر فقرأه من خلفه بالصوت، ثم قال له: مثلك يذهب بمرؤته في مثل هذا أين أنت من الشعر؟ مثلك يذهب بمرؤته في مثل هذا أين أنت من الفقه؟ فهزه ذلك، هذه كلمة هزت الإمام الشافعي، فقصد مجالسة الزنجي مسلم بن خالد وكان مسلم مكة، ثم قدم علينا فلزم مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. وعن الشافعي قال رحمه الله: كنت أنظر في الشعر فارتقيت عقبة بمنى فإذا صوت من خلفي عليك بالفقه. وعن الحميدي قال: قال الشافعي: خرجت اطلب النحو والادب، يعني امر كيف البيئه من حوله كلمه التشجيع والنصيحه المخلصه توجهه الى هذا المسار الصحيح الذي يفيد به الامه، يعني لعل الامه كانت تستفيد من الشافعي اذا خرج شاعرا فحلا كما استفادت منه بعد ان صار اماما جليلا من اعظم الامه في الاسلام. فامر كيف من كل جهه تاتي النصيحه وياتي التوجيه. فيقول: قال الشافعي: خرجت اطلب النحو والادب فلقي لي مسلم ابن خالد الزنجي، فقال: يا فتى من اين انت؟ قلت: من اهل مكه. قال: اين منزلك؟ قلت: شعب بالخيل. قال: من اي قبيله انت؟ قلت: من عبد مناف. قال: بخل بحر، هذا اسم فعل مضارع بمعنى التحكم، بخل بخل، لقد شرفك الله في الدنيا والاخره، الا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان أحسن بك، أنا جعلت فهمك وذكاءك في هذا الفقه فكان أحسن بك. ثم رحل الشافعي من مكة إلى المدينة قاصدا الأخذ عن أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وفي رحلته مصنف مشهور مسموع. فلما قدم عليه قرأ عليه الموطأ حصرا فأعجبته قراءته ولازمه، وقبله مالك: اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن، اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن. نصيحة قريبة
لمصحف وكيع بن الجراح لما شكى إليه سوء حفظي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يظهر عظيم. فانظر أيضا في كل مرحلة كل النصيحة والتوجيه ممن حوله، وكيل لأن البيئة كلها بيئة واعية، واعية لأهمية الالتقاط والتفتيش والتنقيب عن هؤلاء النواليين. وفي رواية أخرى أن الإمام مالك قال له إن الله عز وجل قد ألقى على قلبك نورا فلا تكفه بالمعاصي. وكان الشافعي رحمه الله تعالى حين أتى مالكا 13 سنة وقد أمره بالإفتاء شيخه أبو خالد مسلم ابن خالد الزنجي إمام أهل مكة ومكتها، وقال له لما بلغ 15 سنة قال له شيخه الإمام الجليل مسلم ابن خالد الزنجي قال له أفتي يا أبا عبد الله فقد والله آن لك أن تفتي. وأقاويل يعني أهل عصر في هذا كثيرة مشهورة، وأخذ عن الشافعي العلم في سن الحداثة مع توفر العلماء في ذلك العصر، وهذا من الدلائل الصريحة لعظم جلالته وعلو مرتبته. وهذا يعني السيرة الشافعي معروفة في الكتب التي ألفت في مناسله رحمه الله تعالى. نقصد أيضا إلى العصر الحديث ونذكر هذا المثال أيضا العلامة القرآني الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله تعالى، حكى ابنه أن أمارات النبوغ وعلو الهمة لما لاحت على والده في طفولته قال له شيخه يا بني إن العلماء يقولون إن من وجد من نفسه استبعادا استعدادا وموهبة تؤهله للإمامة تعين عليه طلبها، وإن طلب الإمامة في الدين متعين عليك فلا تضيع نفسك. إذا كيف أمر كيف هنا نصيحة ليحمل المسؤولية أن هذا متعين عليك لأنك شخص موهوب، وإذا ويرجى أن يأتي منك خير كثير للأمة فيتعين عليك الآن طلب الإمامة والاجتهاد في طلب العلم. من عجيب النماذج الناجحة في زراعة الهمة العالية في الأطفال ما يقال من أن الشيخ أق شمس الدين، وهو الذي كان يربي أو هو أحد مشايخ السلطان محمد الفاتح العثماني رحمه الله. كان شيخه يأخذ بيده ويمر به على الساحل ويشير إلى أسوار القسطنطينية التي تلوح من بعد شارقة حصينة. أسوار القسطنطينية أسوار الإنسان لما يتخيلها شيء لا يتصور، يعني السور أول طبقة من طبقات السور ارتفاعها 40 متر. المهم كان يقول له يا بني أترى هذه المدينة التي تلوح في الأفق؟ إنها مدينة القسطنطينية، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أمته سيستحوى بجيشه ويضمها إلى أمة الساحل، فقال فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم لتفتحن أو لتفتحن القسطنطينية ولم يعمل أمير أميرها ولم يعمل جيش ذلك الجيش. وإن كان العلماء يضاعفون هذا الحديث، لكن الشيخ حينما كان يقول ذلك كان يبدو أنه كان يعتبر صحيح. الشاهد ما زال الشيخ يكرر هذه الإشارة على مسمع الأمير الصبي إلى أن نمت شجرة الهمة في نفسه العبقرية وترعرعت في قلبه، فعقد العزم على أن يجتهد ليكون هو ذلك الفاتح الذي بشر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقد كان والده السلطان مراد الثاني كان يعني يصطحب ابنه منذ الصغر بين حين وآخر إلى بعض المعارك ليعتاد مشاهدة الحرب والطعام ومناظر الجنود في تحركاتهم واستعداداتهم ونزالهم، وليتعلم قيادة الجيش وفنون القتال عمليا حتى إذا ما ولي القسطنطينة وخاض جمار المعارك خاضها عن دراية وخبرة. سلطان محمد الفاتح العثماني كان له يعني بعض الناس سبحانه وتعالى القصد في إسلام كثير من شعوب أوروبا وخاصة أهل البوسنة والهرسك، لأن كان في ذلك الوقت الذي فتح فيه البوسنة والهرسك كانت الكنيسة الموجودة في بلاد البوشناق أو البوسنة كان بدأ يظهر مذهب كمان متمرد على النصرانية، مذهب يحن إلى أصول المسيحية أو النصرانية وأحدثوا مذهبا نصرانيا جديدا
فيه التبرؤ من كثير من الظواهر الوثنية للشرك والتكفير وأذان المسيح عليه السلام، فكانوا يحاربون من الكاثوليك ومن الأرثوذكس. الأرثوذكس الأمة سرد لعنهم الله وكذلك يتواشى عنهم الله، فاللي هم الكاثوليك. فكان الصراع على أشده في هذا الوقت بين هذه الطوائف. فلما دخل محمد الفاتح العثماني رحمه الله تعالى ويعني أشرق عليه النور الإسلام، انقادوا للإسلام ودخلوا تقريبا الأمة البوسنية تقريبا بكاملها من هؤلاء الثلاثة دخلوا فيه الإسلام. الشاهد أن شيخه لما كان يعني ربى وزرع الهمة العالية في نفسه يمن طفولته حتى يعني تحقق الوعد المرجو، لما جاء اليوم الموعود شرع السلطان محمد الفاتح في مفاوضة الإمبراطور قسطنطين ليسلمه القسطنطينية. فلما بلغه رفض الإمبراطور تسليم المدينة قال رحمه الله انظر إلى علو الهمة، قال حسنا عن قريب سيكون لي في القسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قصر، سيكون لي فيها عرش أو سيكون لي فيها قبر. التصميم على يعني إحدى الحسنيين. وتذكر الملك عبد العزيز لما أرسل ابنه الملك فيصل لفتح عفيف قال له إما أن تعود منتصرا وإما لا تعود، فنفس المنهج في التصميم. وحاصر السلطان محمد الفاتح عن عنده من فاتح القسطنطينية 51 يوما، تعدت خلالها المعارك العنيفة، وبعدها سقطت المدينة الحصينة التي استعطت على الفاتحين قبله على يدي بطل الشاب له من العمر يومئذ 23 سنة. يعني محمد الفاتح فتح القسطنطينية عمره 23 سنة. ننتقل الآن تربية النائلة وتربية الشباب الآن. تخيل واحد شارك 23 سنة ممكن يسد جيوش ويفتح بلاد ويفتح أمطار ويدير أمة بكاملها. طبعا هو ولي قبل ذلك، هو ولي السلطنة قبل ذلك بسنوات، واضح، وأساس الأمة العثمانية. وفي سن 23 سنة فتح القسطنطينية رحمه الله تعالى. الحقيقة أن يعني بقي مسألة أيضا أخرى ثقة الصلة الموضعية، والكل بنحدث منها تغيير في ترتيب الموضوعات حتى يعني لا ان شاء الله يكون متصلا. اذا كنا نتكلم على مرحله الطفوله ويعني التنقيب عن النابغين ورعايتهم والاهتمام المبكر بهم وزراعه الهمه العاليه في يعني في قلوبهم، ايضا لا ننسى يعني حظ الشباب، ونذكر انفسنا جميعا باهميه اهتمام فرصه الشباب، لان الشباب يعني ضيف عابر وضيف زائر فرعان ما سيولد. لا يخدع الانسان بشبابه، لكن ينبغي ان لان كثيرا من الناس الان يعني يعني يسوغون لانفسهم من الهناك في الفرق وفي اللعب وفي اللهو وفي الشهوات وغير ذلك من قتل الفراغ كما يقولون فيما لا فعل من ورائه، بل فيما هو ضار محض بحجه انك شمديت شابا. ويعني كان الانسان لا يتمتع بشبابه الا اذا عاش في الارض فسادا. واضح، الواحدة تحدد مثلا وهي شابة يقال لها انت ما زلت شابة لما تكبري، والترتيب المعروف تروحي تحج ولا تعتمر وبعدين ما تجيش تتحجى. واضح، فمع ان الشرع يعني نظر بعكس هذا كما بينا من قبل. الشابة هي التي تتحدد، العجوز القاعد التي لا فتنة من ورائها لا بأس ان يعني تكشف الوجه الكفيف كما بينا والقواعد والنساء التي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بجين. فإذا كان إنسان يعني لا يقبل على الله ولا شاب، متى سيقبل على الله؟ متى سيقبل على الله سبحانه وتعالى؟ فإن العمل الحقيقي هو في الشباب. لماذا؟ لأن فترة الشباب فترة متميزة في حياة كل منا. بسبب بسيط جدا، هو أن الشباب فترة قوة بين ضعفين، والذي يقدر على الإنجاز هو الشاب أم الطفل أم العجوز. لا شك أن فترة العمل والإنجاز وخدمة الإسلام هي فترة الشباب. فالشباب هو زمن العمل. فترة قوة بين ضعف الشيوخ وضعف الطفولة. فمن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم، وتأملوا جيدا كلمة اغتنم، اغتنم أن الفرصة سانحة وفرعان ما تكسب منك تتهرب منك، اغتنم
خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، ورناك قبل فقرك، وشراعك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وتأملوا هذه الكلمة أيضا جيدا للإمام أحمد، يقول الإمام أحمد: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. الكم اللي هو إحدى من سمية جيب، ويبدو يعني بيمثل الواحد وضع شيء في جيب مدخول، وضع في كمه ففورا سقط من أسفل. فكذلك الشباب يمكث معك مثل هذه الفترة الوليدة: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. الشباب هو وقت القدرة على الطاعة، وهو ليس سريع الرحيل، فإن لم يغتنمه العاقل فقد ضعت نفسه بعد حسرات، كما يقول الشاعر: أماني كانت لأهلها في الشباب عذابا فصارت في النشيد عذابا. كانت عذبة في أيام الشباب، فإذا أتت النشيد ذاق مروتها. أماني كانت في الشباب عذابا فصارت في النشيد عذابا. ويقول آخر: ما كنت للشباب في كنف الله ولا حفظه غدا تتقلى، ضيف زارنا أقام عندنا قليلا، سود الصحف بالذنوب وولى. يعني يتحفر على الشباب يقول: حينما غادرني شبابي وبدأ الشيب يزحف إلى رأسي ولحيتي، كنت أمقت هذا الشباب، لأنه يعني لأن هذا الضيف إلى أن يكون. فلما ودعني الشباب لم أسلك معه المسلك الذي أسلكه مع الضيف الكريم أو ضيف الحبيب، حينما يغادرني أقول له استقل يعني غادرني، لم أقل له في كنف الله ولا في رعاية الله ولا في حفظ الله كما تقول الضيف الحبيب إليه، لأن قلت له ذلك نقمة عليه: ما كنت للشباب في كنف الله ولا حفظه غدا تتقلى. لماذا؟ يقول: ضيف زارنا أقام عندنا قليلا، فوض الصحف بالذنوب وولى. فمن ثم يسأل الله عز وجل كل عبد من عباده عن نعمة الشباب. كما تعلمون ما السؤال في خمس أسئلة وأربع أسئلة إجبارية يوم القيامة، ولا يمكن أن يعني تزول قدم عبد من أمام رب سبحانه وتعالى يوم القيامة حتى لابد أن يمتحن هذا الامتحان الصعب العسير، لابد أن يسأل هذه الأسئلة أربعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه. وعن العمر يشمل الشباب، لكن خص الشباب بالذكر لأنه كما ذكرنا له هذه الخصوصة التي ذكرناها: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. وعد صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم في ظله: يوم لا ظل إلا ظله. قال عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما آتى الله عز وجل عبدا علما إلا شابا، والخير كله في الشباب. ثم تلا قوله عز وجل: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فتى يعني شابا. وقال تعالى في أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. قالت حقة بنت سيرين: يا معشر الشباب اعملوا فإنما العمل في الشباب. وقال الأحنف بن قيس: السودة مع السواد، السودة مع السواد. كلمة السواد هنا يشتمل بها عدة معاني، لكن المعنى المناسب لموضعنا أنها تحمل على سواد الشعر، السودة الثياب يعني مع إيه؟ مع الشباب قبل أن يبيض الشعر، يعني كأنه يقول: من لم يسد مع الحداثة لم يسد مع الشيخوخة. طبعا هذه قاعدة لا استثناء، لكن القاعدة أن من لم يسد وهو شاب يفوت القطار وما تكون تلك فرصة في إيه؟ في الشيخوخة. بتتغير النفسيات وتتغير قدراته البدنية وحتى النواحي العاطفية والوجدانية تتغير فيه، تبدأ يعني كما تتميل الشمس للغروب، يعني تجاهز الإنسان مرحلة الشباب ماذا ينتظر؟ ماذا ينتظر؟ كما قال بعض السلف يعني لصاحب له:
يعني كنا نبسة في أصحاب أمهاتنا فسقط منا من سقط وبقينا في من بقي. ثم سرنا بعد ذلك أطفالا فمات منا من مات وبقينا في من بقي. ثم سرنا بعد ذلك سدية فمات منا من مات وبقينا نحن في من بقي. ثم سرنا بعد ذلك شبابا فمات منا من مات وبقينا نحن في من بقي. ثم سرنا بعد ذلك كهولا فمات منا من مات ثم بقي منا وبقينا في من بقي. ثم سرنا بعد ذلك شيوخا فماذا يعني فأي شيء بقى بعد ذلك حتى منتظره أو كما قال. فهو احتمال البقي إذا كان واحد وصل لهذا السن وما تاب هنا أن نبي الله تعالى لماذا ينتظر؟ قطعا سيأتيه الموت كما أتى من يعني عداه. وهل كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه إلا شبابا؟ هذا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجيش وكان عمره 18 سنة. أسامة كان أميرا على الجيش وعمره 18 سنة. وهذا عتاب ابن أسيد رضي الله عنه استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة لما طار إلى حنين وعمره 29 سنة. إلى نماذج أخرى لشباب الصحابة الذين أبلغوا أحسن البلاء في حمل رسالة الإسلام ونشر نوره في العالمين. وقال يحيى من طبعا الشباب كما يتمنى القوة الروحية القوة البدنية هي صفرة القدرة على إنجاز المهام واجتام المهام. فيبدأ الإنسان أن يلتزمها كما نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه القدرات قد محل بمرور الوقت بعد ذلك. الصحابة رضي الله عنهم حينما تطالع يعني سيرتهم في الجهاد تشعر مدى القوة التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بعض الناس متطورين كده في تطور موجود عندهم أن الصحابة دول كانوا ناس يعني عباد يذكرون الله سبحانه وتعالى يخلون في الخلوات ويصلون فقط ويصومون ويصدقون واضح. ولكنهم ناس يعني ان وكانوا ينطرون بايه يعني فقط يعني دي المدد الربانية هو شك هو من اهم اسباب النصر. لكن الصحابة كانوا يأخذون باسباب القوة يعني الصحابة اللي ما كانوا بالصورة الصوفية التي تريد الصوفية ان تزرعها في قلوبنا عن تصور السلف السابق واضح. لبعض الناس يعني بعض الاخوة كان في مناقشة على موضوع الفتور البدني الموجود عند بعض الشباب انه ما يهتم ابدا على الاطلاق بقضية تنمية بدنية. انت اذا لم تغتنم فرصة النمو الكبير في صحتك وفي عضلاتك وفي الشباب فسيفوتك الفتور ومع ذلك تعجز عن ان تنجز نفس هذه الاشياء. فالاهتمام بالصحة الاهتمام بالرياضة البدنية اهتمام بقوة البدن. نحن الآن في عصر كله يعين على الكسل والتراخي والترهل فيحتاج إلى أن يكون في جدول كل منا نوع من الإنجاز بالجهد العضلي حتى يستطيع أن يحافظ على صحته ويكون قويا على الأقل يدافع عن نفسه أقل يرينا عن المنكر إذا احتاج. وأي ذلك من أسباب الرسول عليه الصلاة والسلام قال ورسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير أحب الله من المؤمن الضعيف بكل خير. بعض الاخوة كنت في مرة مثلا معهم يقول لي يعني هي الصحابة كانت بتجري او بتمارس شيء من هذه الرياضات فقلت له انت يعني انت هل انت غافل عن ان حياة الصحابة كلها عبارة عن حركة وركض وجهاد. الصحابة رضي الله تعالى عنهم والذي يقول الذي فتحت الدنيا فتحتها باخذ بالاسباب ايضا في هذا الجانب. الصحابة ما عرفوا جيشة المكاتب كانوا عرفوا قيادة السيارات وما كانوا يجلسون على المكاتب حتى تنتفخ يعني منهم الكروش. الصحابة ما عرفوا هذا والثلاث ما عرفوا هذا عرفوا الجوع عرفوا السهر وعرفوا الجد. يعني بعض الاخوة الافاضل ممن كان يعني يجيد ركوب الخيول رحمه الله تعالى كان يقول لي يعني في معرض هذا الكلام كان يقول يعني يعني الركوب هيك سياسة الخيل او ركوب الفرس يحتاج لقوة عضلية غير عادية ولعل من عندنا وخبرة ذلك يعرف ذلك انه لازم يكون مش جالس على ظهر السفر بنكون واقف اساسا يعني واقف على قدميه واضح. فتحتاج لقوة عضلية شديدة جدا. فالصحابة لما خرجوا وجابوا في اقطار الارض على الخيول كانوا اقوياء
محمد بن مسلمة لما حمل ذلك الباب علي بن ابي طالب يعني من بعض الناس حكى انه راى يعني سيف خالد بن الوليد في بعض المتاحف في تركيا. فالسيوف لا تتخيل ان يعني حوالي يمكن 6 افراد او 10 افراد حتى يستطيعوا ان يحملوا هذا السيف حتى يستطيعوا رفعه للضربه دي ويرفعه. فخالد بن الوليد علي بن ابي طالب سلطان الاسلام ما كانوا يعني مثل التطور السيوفي الان الموجود عن السلف رضي الله عنهم. لا السلف كانوا ياخذون بالقوه في كل ذلك، القوه البدنيه القوه الايمانيه، وما كانوا يعني يسلكون هذه المسالك التي نعاني منها نحن الان، الجلوس على المكاتب، الترفيه وغير ذلك من هذه الصور. ايضا قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى للامام احمد بن حنبل رحمه الله وقد راه يمشي خلف بغله الشافعيه، قال له يحيى: يا ابا عبد الله، تركت حديث سفيان بعلوه فتمشي خلف بغلة هذا الفتى وتسمع منه؟ فقال له الامام احمد: لو عرفت لكنت تمشي من الجانب الاخر، ان علم سفيان ان فاتني بعلو ادركته بنزول، وان عقل هذا الشاب ان فاتني لم ادركه بعلو ولا نزول. وقدم وفد على عمر بن عبد العزيز من العراق فنظر الى شاب منهم يتحول يريد الكلام، فقال عمر: كبروا كبروا. فقال الفتى: يا امير المؤمنين، ان الامر ليس بالسن، ولو كان كذلك كان في المسلمين من هو اسن منك. قال: فلقت تتكلم. ولذلك يعني ويقول الشعر في خلاف هذا المعنى، يقول: انما الهلك ان يساكوا بغر لم تعره الايام رايا وثيقا. وحكى المسعودي في شرح المقامات ان المهدي لما دخل البصره راى اياس بن معاويه وهو صبي، وخمسة أربعمائة من العلماء أو أصحاب الطالب. لما دخل البصرة رأى إياس بن معاوية مع أنه كان صبيا، لكن خمسة أربعمائة من العلماء وأصحاب الطالب وإياس يقدمهم أمامهم. فقال المهدي: أما كان فيهم شيخ يتقدمهم غير هذا الحدث؟ ما وجد من هذا الشاب الحدث السني يتقدم من المشايخ وهؤلاء الناس الكبار؟ ثم ان المهدي التفت اليه وقال: كم سنك يا فتى؟ قال اياس بن معاويه بن قره بن شريح القاضي المعروف: كم سنك يا فتى؟ قال: سني اطال الله بقاء الامير سن اسامه بن زيد بن حارثه لما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم ابو بكر وعمر. فقال له: تقدم بارك الله فيك. وذكر الخطيب في تاريخ بغداد ان يحيى بن اكثم ولي قضاء البصره وسنه 20 سنة او نحوها. فاصغروه، الحضرون صغروه يعني 20 سنة جاي وقاضي البصره. فقالوا: كم سن القاضي؟ كم سن القاضي؟ دي يعني نوع من الازدراء له، كم سن القاضي؟ فقال: انا اكبر من عتاب بن اسيد الذي وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا على اهل مكة يوم الفتح. كان سن عتاب 25 سنة. وانا اكبر من معاذ بن جبل الذي وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا على اهل اليمن. وانا اكبر من كعب بن سويد الذي وجه به عمر بن الخطاب قاضيا على البصرة، فجعل جوابه احتجازا له. وقال ابو اليقظان: ولى الحجاج محمد بن القاسم ابن محمد ابن الحكم السقطي قتال الاكراد بفارس، فاباد منهم ثم ولاه السن، فافتتح السن والهند، افتتح السن والهند. كم كان عمره؟ 17 سنة. 17 سنة الذي فتح الهند والسن كان عمره 17 سنة. فهي حسرة على شباب المسلمين الان الذين هم طالعهم يعني في الشوارع يستمتعون ويعزفون يسمعون الموسيقى الامريكيه ويعلقون الاعلام الامريكي على اعناقهم وفي سيارتهم، خزي وعار لم يسبق لهم مثيل، نوع من خسه الهمه الى اسوء الصور، معناها يعني ضياع الله المستعان عليه. علم امريكا يعلق اولاد المسلمين في سيارتهم الان، لا بقي الا علم اسرائيل. فمحمد بن القاسم رحمه الله تعالى
قاد الجيوش وفتح السند والهند وهو اسمه 17 سنة. طبعا السند والهند يعني باكستان وبنجلاديش والهند وكشمير كل هذا المنطقة كلها والسند. فقال فيه الشاعر: إن السماحة والمروءة والندى لمحمد بن قاسم بن محمد قاد الجيوش 17 حجة يا قرب ذات ددا من مولدي. يعني يفترق السيادة والعلو يعني والشرف ناله وهو قريب العهد بالايه بسن ميلاده يا قرب ذات ددا من مولدي. فيروى يا قرب ذات سورة من مولدي. السورة هي المنزلة الرفيعة. ولما جاء بحفيظ الزيات، حفيظ الزيات مشهور جدا بموقفه العظيم مع الحجاج. لما جاء به وقبل عليه وذهب به الى الحجاج ابن يوسف الثقفي، قال له الحجاج: انت حفيظ؟ قال: نعم. فلما بدا لك فاني عهدت الله عند المقام على ثلاث خطام: ان سئلت لاصدقن، وان ابتليت لاصبرن، وان عوفيت لاشكرن. فقال الحجاج: فما تقول فيا؟ قال حفيظ: اقول انك من اعداء الله في الارض، تنتهك المحارم وتقتل بالذمه. قال الحجاج: فما تقول في امير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ قال: اقول انه اعظم جرما منك، وانما انت خطيئه من خطاياه. فامر الحجاج بتعذيبه حتى انتهى به العداء الى ان يشقق له القطب، ثم جعلوه على لحمه وشدوه بالشبال، ثم جعلوا يمدون قصبة قصبة حتى انتحلوا لحمه. القصب ينزع اللحم من جسده. فما سمعوه يقول شيئا ولا بدا عليه جزع او ضعف. فاخبر الحجاج بامره وانه في الرمق الاخير، فقال: اخرجوه فارموا به في السوق. ووقف عليه رجل وهو بين الحياة والموت يسأله: ألك حاجة؟ فما كان من حطيط الا ان قال: ما لي من حاجة في دنياكم إلا شربة ماء. فأتوه بشربة شرب ماء ثم مات، وكان ابن 18 سنة. وكان ابن 18 سنة رحمه الله تعالى. وولي عبيد الله ابن زياد خراسان وهو ابن 23 سنة. وليها لمعاوية رضي الله تعالى عنه. وولي معاذ اليمن وهو ابن أقل من 30 سنة. وحمل أبو مسلم أمر الدعوة والدولة وهو ابن 21 سنة. وحمل الناس عن ابراهيم النخعي وهو ابن 18 سنة. ومات في بويه امام النحل وحجة العرب، وله من العمر 32 سنة. قال البحثري في هذا المعنى: لا تنظرن، وهو يمدح الشخص اسمه العباس، يعني انه ادرك النجم مع انه صغير. قال: لا تنظرن الى العباس من صغر، في السن ينظر الى النجم الذي شاب. ان النجوم نجوم الافق اصغرها، في العين اذهبها، في الجو اصعبها. ده معنى الكلام. لا تنظرن الى العباس من صغر في السن، يعني لا تحتقره لصغر سنه، لكن انظر الى النجم الذي شاب الذي بناه. ان النجوم نجوم الافق، النجوم التي ترى، اصغرها في العين اذهبها، في الجو اصعبها. يعني انت ترى النجوم القريبه اكبر من النجوم البعيدة، وكلما بعد النجم وارتفع كلما زاد بصورة اصغر. ان النجوم نجوم الافق اصغرها في العين اذهبها، في الجو اصعبها. فالشباب هم الشريحة الفعالة من الامة، وهم عمودها الفقري، وجهازها العضلي، وروحها الحية، وطليعتها الوثابة. فلا يمكن ان نتصور نجاح دعوة او حركة لا تقوم على حماس الشباب وعلى قوته وبأسه. فعلينا ان نتذكر يعني موعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم شبابك قبل هرمك، قبل ان يسقط الشباب منكم بك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.